الخير وحياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج كلينك اللي دائما من خلاله نقدم لكم النصايح الطبية. احنا اليوم متواجدين في احد العيادات الخاصة بمركز الجار الله الألماني التخصصي، واتوقع من خلال حلقتنا لي اليوم راح تهم شريحة كبيرة من النساء المهتمين في جانب التجميل والفيلر والبوتوكس وغيرها من العناية في البشرة. راح نتكلم عن المواد اللي مفترض ان هي تحقن في البوتوكس والفيلر حتى ما تسبب لهم مشاكل على المدى البعيد. شو ممكن انت تهتمين في بشرتك بشرة صحية ونظرة بسبب المشاكل اللي ممكن ان هي تطلع منها، الآثار للحبوب وحبوب حب الشباب اللي ممكن هي تطلع في بداية سن المراهقة والشباب وممكن تظل آثارها على المدى البعيد. فشو ممكن احنا نحل هذه المشكلة ونحافظ على بشرتنا بصحة جيدة وجميلة، وشو ممكن انت تستخدمين الفيلر والبوتوكس بطريقة صحية مع الدكتور محمد سلام اختصاصي التجميل والليزر في مركز الجار الله الألماني التخصصي. مساء الخير دكتور وحياك الله. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. يمكن في بداية حديثنا اليوم خلينا نتكلم على موضوع البوتوكس والفيلر، نبتديها في التجميل خصوصا أن هذا الجانب يهم شريحة كبيرة من النساء. البعض ممكن أنهم يشوفون من خلال الصور اللي تنتشر في السوشيال ميديا وغيرها لنساء ممكن أنهم أحقنوا مواد معينة كانت دائمة سببت لهم على المدى البعيد مشاكل عندهم صديد وغيرها من هذه الأمور. خلينا نتكلم عن أبرز المشاكل اللي ممكن تصيب النساء في حال حقنوا مواد ضارة، وبعدها نتكلم عن المواد الصحية والسليمة. طيب قبل ما نتكلم الأول على المضاعفات والالتهابات اللي بتحصل لازم نفرق الأول بين الفيلرز والبوتوكس. زي ما قلنا الفيلرز حتى من اسمها جايبة من ذرب فيل بمعنى يعبي أو يملأ، هي إبر التعبئة. أما البوتوكس فهو عقار بيستخلص بطرق معملية ومخبرية من البكتيريا علشان خاطر يشد الجلد وبالتالي يشد التجاعيد أو يخفيها. لما بنتكلم على كل حاجة ليها مضاعفاتها المتعارف عليها، التهابات الوجه والصديد اللي بيحصل ده كان بيحصل من إبر التعبئة اللي هي الفيلرز. واحنا بنقول لما بدات فكره الفيلر تدخل في الوطن العربي كانوا بيصدروا لنا من بره بعض المواد الدائمه، والماده الدائمه هي اللي بتقعد في الجسم اكتر من سنتين، وهي ديت اللي طالما مش كل الاجسام بتقدر تتعامل معها، بعض الاجسام بتحاول تطردها بدري وتحللها وبعض الاجسام ما بتقدرش غير بعد فتره سنتين ثلاثه اربعه خمسه مع وجود الماده دي في الجسم لفتره طويله، وبتدي الجسم يتفاعل معها فبتبتدي يحصل عليها التهابات او صديد، وبالتالي هو ده اللي ممكن يؤدي لمشاكل كبيرة أو متفاقمة. نعم دكتور، يمكن في بعض النساء عندهم هذا الوعي، إنه والأمانة الوعي صار يصير في الفترة الأخيرة، أنا لما تروح تحقن فيلر تصور مثلا علبة المادة نفسها حتى وإن كيس هي ما عرفت مثلا هل هذه المادة راح تضرها أو تفيدها، بس إذا صارت عندها مضاعفات فيها فهي تقدر إذا راحت مثلا حق دكتور جلدية ممكن توري النوع المادة اللي هي استخدمتها. فخلنا نتكلم عن المواد المتعارف عليها لحقن الفيلر. طيب احنا بنتكلم على حاجة اسمها الهيالورونيك أسيد أو حمض الهيالوروني، هو المادة الوحيدة المتعارف عليها للحقن في الوجه، وهي المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للغذاء والأمن والسلامة. وطبعا زي حتى ما بنتكلم على هي الحمض الهيالوروني أو الهيالورونيك أسيد ده الاسم العلمي، لكن لما نيجي نتكلم على الاسم التجاري ففي شركات كتير وفي صناعات كتير، في أمريكية وإنجليزية وفرنسية وسويسرية، لكن وفي حاجات مشهورة زي التليفونات الآيفون والسامسونج. هو في النهاية أندرويد تليفون ذكي، لكن ده ماركة متعارف عليها ومعترف بها ودي ماركة تانية. لما نيجي نتكلم على الفيلرز والبوتوكس، طبعا البوتوكس ما فيش غير براند واحد معروف اللي هو الألرجان، محترم على في جميع دول العالم وهو انجليزي الصنع. لما نيجي نتكلم على الفيلرز في عندنا التيوزيال وفي عندنا الجوفيديرم، دول من اقدم، دول صناعات سويسرية من اقدم وواخدين من اقدم الماركات اللي موجودة في الوسط الطبي المتعارف عليها ومعترف بها في كل دول العالم، معترف بها من منظمة الصحة العالمية للأمن والغذاء. نعم. طبعا في بعض البراندات التانية الكويسة، لكن انا بتكلم دول اشهر واضمن مواد بنستعملها ودي اللي موجودة عندنا في العيادة. طبعا المريض من حقه ان هو ما يدخل عارف هيحط ايه بالظبط، من حقه انه يصور العلبة مش يصور الملف تمام، وياخد كل البيانات الكاملة عن المادة اللي هيستعملها. طيب
الدكتور اذا بنتكلم على ماده الفيلر بالضبط وين ممكن ان هي تحقنها؟ اذا قاعد نتكلم احنا على الوجه والحين صار في حتى على الايد في نساء بدأوا انهم يحقنون في الايد ليخفف ممكن الخطوط اللي موجوده في ايديهم، لكن ابرز الامور اللي ممكن ان هي تعالجها الفيلر، لان في الغالب تقول لك انا مثلا البعض النساء ممكن تقول لك انا اذا بلشت احقن فيلر وبوتوكس معناته انا بعد فتره يعني ملامح وجهي راح تتغير، ما راح يصير في خطوط تعبيريه، وجهي راح يصير وايد جامد، فهل فعلا هذه الفكره المتعارف عليها صحيحه؟ تمام، هو طبعا الفيلرز او التعبئه ممكن تكون في اي حته، ما فيش اي مشكله خالص طالما اللي هيقوم عليها طبيب وفاهم الوضع التشريحي والتركيب التشريحي للجسم كويس وهيحط الماده فين، هي في اي مكان. ولكن برضه هنقول ان استعمالات ابر التعبئه يا اما استعمالات تعويضيه او استعمالات تجميليه. تعويضيه دي مع مراحل العمر الجسم بيفقد بعض من الدهون اللي موجوده والكولاجين بتاعه بيفقد المرونه، في بعض الاماكن بيحصل فيها ترهل، هنا الاستعمال بيبقى تعويضي. او بعض الاماكن زي الشفايف، حد عنده شفايف شكلها صغير او شكلها مش عاجبه وعايز يغيرها، استعمال تجميلي استعمال زياده. اذا نقدر نحطه في اي مكان، ولكن في اماكن مشهوره جدا ومعروفه وكنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا في بقع سحريه مثلا في الوجه اللي هي خطوط الابتسامه اللي هي الوجنات. دلوقتي في ظهر براند هو مبقاش جديد بقى، هو بقاله اكتر من 3 سنين، التكساس ونفرتيتي. زي ما حضرتك قلت نقدر نحقنها تحت الجلد في الايد علشان خاطر نديله شويه سمك للجلد ونعوض المرونه اللي رايحه منه، فبيدي شكل اجمل. نعم، يمكن لما تكون البيشن او البنت اللي تبي تحقن فيلر او بوتوكس مفضل ان هي تروح لشخص مختص علشان يعرف هي شنو محتاجه، لان دائما ما تلقاهم يروحون وراء الامور اللي في السوشيال ميديا وغيرها تنتشر ان تبي نيفرتيتي تبي تكسس وغيرها، وهي ممكن تقاسيم وجهها وملامحها ما تناسبها. احنا راح نتكلم في هذا الجانب وشنو هو اللي فعليا يناسب الفتاه وشلون تعرف اذا هذا الشيء يناسبها ام لا من بعد هذا البريك. رجعنا بعد هذا الفاصل ومستمرين في حوارنا حول موضوع الفيلر والبوتوكس اللي هم كثير من البنات ساعات تكون عندهم أفكار ممكن تكون مغلوطة. فإحنا اليوم موجودين مع الدكتور محمد سلام اختصاصي التجميل والليزر في مركز الجار الله الألماني التخصصي لتصحيح هذه الأمور اللي تكون مغلوطة. دكتور، يمكن تكلمنا في البداية عن المواد اللي مفترضنا يستخدمها الدكتور لحقن البوتوكس او الفيلر. ذكرت موضوع نيفرتيتي والتكسس وغيره، يمكن الحين مع الهبه اخر سنتين صار في انتشار وايد كبير لهذه التقنيه نقدر احنا نسميها، كثير من البنات تلجا للدكاتره او الاختصاصيين بالتجميل تطلب منهم انه يسووا لهم تكسس او نيفرتيتي وهي ما تدري اذا تقاسيم وجهها تناسبها او لا، فشو ممكن البنت تفرق ما بين الاثنين وتعرف شو يناسب ملامحها؟ هو في الاول احنا لازم نبقى عارفين ان المراجع اللي جاي لنا هو حتى مسمى مريض، هو داخل علاجه طبيه. صحيح. علشان ياخد خدمه طبيه من حد مختص بمواد مصرح بيها ومرخصه طبيه. نعم. احنا مش داخلين ماركت نشتري. صحيح. منتج او حتى نشتري نتيجه، لا. صحيح. هي داخله علشان يتعمل لها خدمه طبيه. اول حاجه لازم نتاكد انها داخله على طبيب وطبيب معاه ترخيص من وزاره الصحه انه يشتغل. نعم. في هذا المجال. حاجه ثانيه لازم تتاكد ان المواد واساميها وتتاكد ان المواد دي مرخصه طبيا ولا مش مرخصه. بعد كده هي كل حاله بتختلف عن الثانيه، هي بتيجي المراجعه بتدخل عليا بتقول اللي هي عايزاه، بسمع منها كويس قوي هي عايزه ايه وتخيلاتها ايه وتوقعاتها ايه، وانا ببتدي اتعامل معاها من هذه مصيبه يجيبوا لك صور فنانات ومشاهير. صحيح والله اكيد هذه لحين موجوده. لا يعني انا برضو هو ده مهم، مش مشكله، دي حاجه مش وحشه. لان انا ببقى عارف، عايز اعرف النمط اللي في دماغها وتوقعاتها ايه، وانا اقدر اقول لها اقدر اعمل لك كده او مش هقدر، في حاجات نقدر
احنا في النهاية انا ما بشتغلش جراحة، انا دكتور جلدية وتجميل في الاساس. نعم. في حاجات هقدر احققها باستخدام الابر والعلاجات اللي موجودة عندي، وفي حاجات مش هقدر. نعم. فاذا انا مضطر بمنتهى الامانة اقول لها بمنتهى الصراحة انا هقدر اعمل لك كده او مش هعمل، هعملك قريب منه او مش قريب منه، طب ده يناسبك او ما يناسبكيش. انا في هي في النهاية داخلة على طبيب، هي برضو مش داخلة تشتري منتج. اذا هي بتقول هي عايزاه وانا بقول لها اللي هقدر اعمله. صحيح. وما يضرهاش طبيا او يفيدها. نعم. وبنصحها طبيا. نعم. تمام. في حاجات تبقى تخضع للذوق، دي بسيبها للمراجع هو حر. صحيح. وفي حاجات بتخضع لمعايير الطبيه، انا اللي ببقى مسؤول عنها وانا اللي بدي القرار فيها. نعم. طيب نتكلم على الجانب الاخر من السؤال، التقاسيم الوجه اللي تناسب نيفرتيتي او التكسس، واثنينهم تقنيات مختلفه عن بعضها، شو ممكن يتفرق بينهم وتعرف شنو يناسب؟ طيب هو احنا في الاول لما جينا نتكلم على التكسس والنيفرتيتي ده كان حل بديل، لما احنا كنا بنعبي الوش فكان يحصل انتفاخ للوجنات زياده عن اللزوم. وانتفاخ للشفايف، وانتفاخ عشان كل ده عشان نداري اللي هي تاثير العمر على الاماكن المترهله. نعم. طب في بعض الناس بيبقى شكلها فيك، باين قوي الانتفاخ زياده عن اللزوم. نعم. فكانت من احد الحلول والبدائل ان احنا قلنا ان احنا هنمشي على البوردرز او الحدود بتاعه الوجه. طب احنا لما بنمشي نكبر، احنا طبعا عايزين نشد الجلد، جلد ترهل خلاص ونزل عايزين نشده. فبدانا نكبر الاطراف بتاعه والحدود بتاعه الوجه. لما بنكبر في المنطقه دي اسمه تكساس، وهي جايه من السوالف المشهوره بتاعه رعاه البقر في امريكا اللي هي تكساس. وبالتالي المنطقه دي لما بنيجي نكبرها، انا عملت المنطقه دي دي تقنيه اسمها تكساس، انا كبرت عظمه الفك من هنا وبالتالي شديت الجلد من غير ما اكبر شكل الوجه ولا اعمل انتفاخ زياده. لما الكلام بينزل لتحت ونيجي في المنطقه دي بنسميها نيفرتيتي برضو، نسبه الملكه نيفرتيتي اللي هي الملكه الفرعونيه المصريه اللي كان عندها دقن كبيره جدا، عشان كده سمينا التقنيه دي نيفرتيتي وسمينا دي تكساس. هي مع الوقت ومع التكرار ومع لما المشاهير بداوا يعملوها بقت موضه، بقت كل الناس عايزه تعملها، حتى لو هي مش حتى لو بنت صغيره عندها. صحيح. 18 سنه هي عايزه تعمل نيفرتيتي وتكساس. صحيح. فانا برضو بشوف بفحص الوجه كويس، بفحص عظمه الفك واشوف هل هدوت هيفيدها او هيديها شكل اجمل ولا مش هيديها، بنصحها. اللي بتستجيب اوكي، ما بتستجيبش بقول لها ده رايي. صحيح. طيب دكتور، في جانب اخر الحين لعمليات التجميل الخاصه بالانف لكن بدون جراحه، ساعات في مشاكل تكون عند البنات في انفهم ممكن هي تحتاج لأبر معينه ما تحتاج لجراحه كبيره، البعض منها تتخوف من الجراحات الانف وغيرها فتلجا لموضوع الأبر وغيرها، خلينا نتكلم عن هذا الجانب وشنو ممكن تفيد عمليات التجميل في الانف، شنو تفيد المشاكل اللي موجوده في الانف. تمام. هو موضوع تجميل الانف جينا مع الاستخدامات الفوق العاديه او المتطوره للفيلرز والبوتوكس، ان احنا برضو قدرنا، في مش كل الناس بتقدر تروح تعمل عمليه جراحيه لاسباب كتير، اللي بيخاف من العمليه، اللي مش هيقدر يتعرض لمخدر، العمليات ساعات بيبقى ليها نتائج غير متوقعه غير المطلوبه من الاول، ونتائج والعمليه لو حصل فيها مشاكل تصليحها ما بيكونش بسهوله. نعم. وبالتالي لجأنا لاسباب تانية اللي احنا نقدر نجمل الانف بدون جراحه للناس اللي عندها تشوهات بسيطه، عندها بروز في العظمه، عندها اعوجاج بسيط، الارنبه بتاعه الانف عريضه زياده عن اللزوم. فعن طريق خمس انواع مختلفه من الابر اشهرهم الفيلرز والبوتوكس، احنا بنقدر لو في مثلا بروز في العظمه زياده نقدر نعبي فيلرز تحت وفوق فنخلي العظمه شكلها مستقيم. لو في انحراف بسيط وانا بعمل الكلام ده ممكن احاول عن طريق ان انا بعبيه ان انا بخفي الانحراف اللي موجود دوت، عن طريق الحقن في المنطقه دي والمنطقه دي بقدر اضم الارنبه شويه، وفعلا يعني كان ليها نتائج رهيبه وملموسه. هو يمكن التغيير ما بيكونش كبير قوي لكنه بيكون مؤثر جدا في الشكل. نعم. هل تحتاج اكثر من جلسه ولا من اول جلسه ممكن يبين معاهم الفرق والتغيير؟ الشغل على ما هو احنا قلنا في انواع مختلفه، لو شغل متعلق بالفيلرز والبوتوكس، والبوتوكس بالمناسبه هو من الحاجات اللي بتضم الانف ولكن لا احبذه في المنطقه ما بحبوش لانه بيغير شكل الابتسامه. لكن اذا الموضوع معتمد على فيلرز وبوتوكس فهي مره واحده مع مراجعه زي اي مراجعه لاي فيلرز وبوتوكس. صحيح. عشان نعمل ريتاتش لمسه ثانيه تعديل بسيط او حاجه. صحيح. طيب دكتور، خلينا نتكلم على جانب اخر، جانب خاص في البرنامج التجميلي او العلاج اللي يكون شامل عندكم من خلال هالعياده، شنو ممكن تقدمونه من خدمات خاصه بالبرنامج الشامل؟ طيب احنا لما بيجي هو المراجع هو داخل مش جاي يجمل الوجه بس، هو جاي يجمل جسمه كله، فمش منطقي ان انا اخلي له وشه جميل ومثلا يكون جسمه مش متناسق معاه. فالبرنامج الشامل احنا بنشتغل على الجسم برضو، بمعنى ان احنا بنحاول نظبط معايير الجسم، بمعنى اللي هو محتاج اللي هو جسمه عنده وزن زياده او ترهلات بنقدر نشتغل عليها ونحاول نجملها على قد ما نقدر. اللي عنده مشاكل في حجم الصدر والارداف بنقدر نتعامل معاها برضو بدون جراحه، نقدر نكبر الصدر شويه والارداف شويه، المهم نخلي ان الشكل العام كله متناسق مع بعضه
وشكله جميل لانه داخل على التجميل. صحيح. طيب دكتور موضوع التخسيس هذا وايد يهم الناس، والممكن اللي اجسامهم تكون فيها نوع من الترهل في الجلد بسبب الرجيم الغيره، عمليات الخاصه، في مشاكل الهضم وغيره، ممكن تسبب عندهم ترهل في الجلد. شنو الاجهزه اللي تستخدمونها والتقنيات لنحت الجسم وشده؟ طيب هو انا في الحقيقه بالنسبه للتخسيس فانا مؤمن نمره واحد بالجراحه. طب اذا ما كانش في جراحه فانا بعتمد دلوقتي على العلاج الكيميائي، على العلاجات والاجهزه. انا مش مؤمن بها قوي، انا بعتبرها وسائل مساعده. يعني انا عندي جهاز او اتنين بيساعدوني بس، ولكن هو مش العامل الاساسي. اللي جاي داخل عياده وعايز يخس وعايز يبقى رشيق لازم يبقى عارف ان هو لازم هيعمل نظام غذائي، ولازم هياخد ادويه، ولازم يمارس اي نوع من الرياضه، ابسطها المشي ولو على الاقل 20 دقيقه كل يوم. نعم. وانا كنت من فتره في حلقه سابقه كنت اتكلمت عن موضوع حوارق الدهون، وحوارق الدهون دي ادويه موجودة في كل مراكز التخسيس وكل المراكز الرياضية اللي هي الجيم والنوادي الصحية. صحيح. وبيستعملوها، لكن أنا قلت إن استعمالها كان عشوائي وبشكل خاطئ. وأنا قعدت اشتغلت عليها فترة، وأنا حتى اشتغلت بيها على نفسي. أنا حتى ده شافني في الحلقة اللي فاتت، أنا كان وزني مليان جدا، يعني يمكن أكتر من كده ب 20 كيلو. ما شاء الله. ودلوقتي شكلي اختلف. لسه صحيح ما وصلش للنموذج، لكنه أقل حوالي ب 20 كيلو. ما شاء الله. هي المشكلة في علاج التخسيس إن هو برضه عايز صبر وعايز اقتناع. صحيح. وعايز ممارسة زي ما قلنا يعني تغيير ستايل الحياة. دكتور لما تقول لهم مثلا، يعني أنا أشوفها ساعات في السوشيال ميديا لما أشوف البنات يكتبون تعليقات مثلا في أكاونتات العيادات، إذا كان الدكتور مثلا أو الدكتورة تقول لهم الجهاز يساعدكم بس أنتم محتاجين لتغذية صحية سليمة، محتاجين لرياضة، فتقولك خلاص علاش أسوي الجهاز إذا أنا أوريدي بسوي رياضه ورجيم، شنو راح يفيدني الجهاز؟ لا هي مش هتقدر. في اماكن معينه ما يروح الفات مستحيل. فيها مستحيل. اه طبعا. أي. ايوه هي الاجهزه وسائل مساعده لبعض المناطق التي لا تستجيب، حتى بعد الابر زي الميزو سيرابي وابر تدوب الدهون والاجهزه ما بتستجيبش، فبيحتاج جهاز يكثف في المناطق دي، زي التخسيس بالتبريد، زي التخسيس باي نوع من الاشعه الانفراريد الموجات الفوق الصوتيه. في النهايه انت بتركز على مناطق لم تستجيب معاك في النظام الغذائي. صح. الحاجة التانية، أنت لو عملت بس، أنت برضو لو لعبت رياضة بس ومشيت بس مش هتخس زي ما أنت متخيل. لازم في حاجات محتاجة تدخل ومحتاجة علاج معين. زي ما قلنا إن في حبوب اسمها حوارق الدهون، وأنا جربتها، يعني أنا بعد الحلقة شفت حوالي أكتر من 60 مريض. اللي كمل معايا للنهاية اتنين بس، لأن الموضوع كان عايز صبر وعايز وقت. صحيح. وأنا شخصيا جربتها على نفسي، واللي هيشوف الحلقة اللي فاتت ويشوف الحلقة هيشوف فرق رهيب جدا في الشكل وفي الجسم. نعم. فانا بطبقها هنا في العياده، برضو بنقي العيان المقتنع الهادي اللي انا حسيت ان هو يقدر يكمل معايا، وبكمل معاه في الاخر والحمد لله نتائج كويسه. تمام دكتور، بما احنا قاعد نتكلم في هذا الاطار خلينا نتكلم على الدبل تشن والاجهزه الخاصه بتذويب الدهون في الدبل تشن، وشنو ممكن حجم الدبل تشن اللي ممكن هو يفيده فعلا الجهاز، وبعض المرضى ممكن ما يفيدهم الجهاز ويفترض انهم يلجؤون للجراحه. طيب هي الدبل تشن اللي هي يعني هي ترسب الدهون في المنطقه اللي تحت الدقن، فبالتالي هتعمل كانها دقن ثانيه موجوده تحت، عشان كده سميناها دبل تشن باللغه الانجليزيه. تمام. وبرضه هرجع اقول ان الحل نمره واحد اللي بيديك نتيجه سريعه وكويسه هو التدخل الجراحي. نمره اثنين عمليه شفط الدهون من المنطقه. نمره ثلاثه انا لغايه دلوقتي لسه ما زلت ماشي بالطريقه التقليديه، انا بحقن ابر مذيبه للدهون وبعديها في الجلسات بمشي بجهاز بموجات فوق صوتيه عشان تكسر لي الدهون اللي موجوده. وده بيعتمد انه بيحتاج من 4 لـ6 جلسات ومحتاج وقت، يعني مش اقل من شهر ونص شهرين على ما تتحسن. نعم. هذا غير عن جهاز الهايفو اللي يحتاج جلسه. الحقيقه ان انا ليا راي خاص في جهاز الهايفو، فانا مش موفر جهاز الهايفو عندي في العياده. تمام. لاسباب معينه، يعني هو دايما ترى كل دكتور عنده تقنيه او سيستم خاص فيه لعلاج المرضى، وشنو هو مقتنع فيه في النهايه. انا بحاول المراجع اللي يدخل عندي العياده ان ياخد نتيجه بتقعد معاه فتره طويله وليست نتيجه مؤقته. الهايفو انا بالنسبه لي زي جهاز استشوار، لما بيفقد الشعر وبعد شويه بيرجع تاني على طول في فتره سريعه جدا. ده وجهه نظر انا الخاصه يعني. صحيح. عشان كده انا ما وفرتش جهاز الهايفو، لكن انا ما زلت شغال بابر اذابه الدهون وبعديها تكسير بالموجات فوق الصوتيه، ولازم من 4 لـ6 جلسات، وفي معدل بين الجلسه والثانيه من اسبوع ل 10 ايام. تمام. وهذه النتائج ممكن نظل معاهم فتره اطول صحيح؟ اه طبعا مش هتقل، يعني مش هتقل عن سنتين على ما يرجع تاني الا اذا هو زي احنا قلنا.
هو حتى لو عمل عمليه وضعف ما هو محتاج انه يحافظ على جسمه. طب يحافظ على جسمه ازاي؟ هو حتى هو فاكر لما يعمل عمليه وجسمه يضعف انه خلاص مش هيزيد تاني طول عمره؟ هو هذا دايما الافكار السائده، لازم ياكل غذاء صحي ولازم يمارس رياضه. اكيد يعني هم وصلوا لنتيجه حلوه، المفترض انهم يحافظون عليها. افضل ما انهم ممكن ترد لهم هذه المشاكل بطريقه اسوء من اللي كانت موجوده عندهم. يا سلام لو بدا معنا بدري واحنا بنتعالج، بدا بيعمل الكلام ده، ياكل غذاء صحي ويمارس رياضه على الاقل 20 دقيقه في اليوم. صحيح. طيب دكتور، احنا راح نكون مستمرين في حديثنا معاك حول موضوع العناية في البشرة والليزر، لكن بعد هذا الفاصل. كل المهتمين في موضوع العناية في البشرة وشو ممكن هم يتخلصون من بعض المشاكل اللي موجودة عندهم في فترة المراهقة والشباب، منها حب الشباب، الآثار الخاصة اللي تطلع بسبب حب الشباب، شو ممكن أنتوا تعالجونها بطريقة صحية. راح نتكلم في هذا الموضوع أكثر مع الدكتور محمد سلامة، اختصاصي التجميل والليزر في مركز جار الله الألماني التخصص. حياك الله دكتور مرة ثانية. دكتور، خلينا نتكلم عن موضوع العناية في البشرة. في البداية خلينا نأخذ أسباب حب الشباب اللي ممكن يكون ظاهر عند البنات وأيضا عند الشباب. طيب، هو حب الشباب أساسا بيجي في فترة معينة نتيجة إفرازات دهنية زائدة، والإفرازات ديت بتكون تحت تأثير الهرمون، عشان كده هي بتكسر أكتر في مرحلة المراهقة، لأن دي مرحلة فيها الهرمون غير مستقر. نعم. طب لما حد بيجيله في سن تاني، ده معناه أنه عنده خلل في الهرمون. نعم. تمام؟ طيب، في عوامل تانية بيشتغل عليها الهرمون، زي مستوى الدهون اللي موجودة في الجسم وشكل القناة نفسها، اللي القناة الشحمية اللي تحت الحبة اللي هي أصلا بشكل طبيعي بتخرج الدهون الزيادة. نعم. إذا سدت القناة والهرمون اختل والدهون كترت جوه، بيشتغل الهرمون على الدهون وبالتالي بتظهر في شكل حب الشباب. نعم. طيب، حب الشباب هو مش مرض، هو عرض. وحب الشباب في سن المراهقة لما بيجي لحد يتعالج منه، هو مش بياخد من الدكتور علاج وبيمشي فما يرجعش حب الشباب تاني. طب واحد هيسألني، طب أنا ليه هتعالج إذا كنت أنا هاجي واخد علاج ويخف ويرجع ويخف ويرجع؟ علشان ما تحصلكش مضاعفات تعمل لك تشوه في الجلد زي الندبات، ولما بتحصل ندبات في الوجه بتبقى عامله زي البصمه، ما بتروحش خالص طول العمر. طول العمر؟ طول العمر. ولا مع التقشيرات وغيرها؟ لا، احنا بنجملها وبنحسنها، لكن مستحيل انها تروح الى ما لا نهايه. تمام. فاول حاجه في العلاج ان احنا لازم نعالج حب الشباب وبدري. تمام. ولازم نروح للدكتور مره واثنين وعشرة لغايه ما تعدي المرحله دي ويستقر مستوى الهرمون عندي ويبطل يطلع لي حب الشباب. طبعا اكتر محرك للهرمون هو التوتر والستريس، عشان وطبعا فتره المراهقه كلها توتر وستريس، واي بني ادم بيتعرض لتوتر وستريس بيختل عنده الهرمون، ممكن تظهر له الحبوب في اي وقت. صحيح. تمام. طب احنا بقى هنتكلم على العلاج ما بعد انتهاء حب الشباب والاثار. اصعب حاجه في الدنيا علاج اثار حب الشباب. نعم. وفيها تقنيات مختلفه لعلاجها، بتبدا من اول برضو الجراحه، الصنفره الجراحيه، ان احنا تقريبا بآله معينه بنشيل يمكن تلت الجلد علشان نشيل الندبه ونجملها. نعم. وبرده نسبه التحسن ما بتزيدش عن 70%، يعني هتفضل الندبه موجوده بس خفيفه، ممكن ما تتشافش بالعين. نعم. الحاجه الثانيه غير ان انا اعمل عمليه، ممكن في الليزر الفراكسل، ما زال من فتره طويله ولغايه دلوقتي هو برده من الحاجات اللي ليها دور مهم جدا الفراكشنال ليزر في علاج اثار حب الشباب. على اساس ان انا بخش احرق الكولاجين اللي موجود في كل ندبه، وبالتالي بحفز الجسم انه يفرز كولاجين جديد فيتشد الجلد، فبرضه تختفي الندبه بشكل مؤقت او انها تتحسن بشكل كويس جدا بنسبه 60-70%، ودي نتيجه عظيمه جدا. 60-70%. في حلول تانية، في ناس ما بتعمل، في واحد مش عايز يعمل عمليه وواحد ما بيحبش الليزر، لان الليزر محتاج ان هو يقعد في البيت لمده 3 ايام على ما يحصل ترن اوف ويتغير الجلد بتاعه، ترن اوفر، وما يتعرضش للشمس، فمش في حد مش هيقدر يعمل كده. ممكن برضه نعمل له تقشير كيميائي، ممكن نعمل بقى وسائل سهله وبسيطه جدا ولكنها محتاجه تكرار مره واثنين وثلاثه، زي حاجه اسمها الديرمابين. صحيح. والديرمابين هي التطور الطبيعي لحاجه اسمها الديرما رولر، وهي جهاز يدوي بسيط او جهاز بالكهربائي بيمشي بمجموعه من الابر على الويتش. ليه فكره بسيطه جدا، اولا انا بحط له علاجات بتساعدني في شد البشره وازاله اثار حب الشباب. ولكن في نظريه بسيطه جدا ان الجلد لما بيحصل فيه اي جرح
او اي خزء بسيط هو الجسم ما بيسكتش، هو الجسم بيفرز من داخل الجسم كولاجين طبيعي عشان يعوض. صحيح. وانا بعتمد على دي لما بستخدم، ان انا بعمل خروم كتيره جدا في الوش بسيطه جدا ما بتشوفش بالعين المجرده. نعم. دي بتحفز الجسم انه يطلع كولاجين طبيعي وبالتالي يعوض الاماكن اللي اتخزقت فتتشد البشره وترجع لطبيعتها. جميل. ودي من اشهر الحاجات اللي بستعملها وقت العلاج اثار الحب الشباب، وبتساعدنا بفتره لانها زي ما قلت حاجه بسيطه جدا وسهله وسعرها معقول ونقدر نعملها فتره مستمره. صحيح. طيب دكتور خلينا نتكلم على موضوع البلازما وغيره من هذا الجانب، وشو ممكن يتم استخدام البلازما؟ هل تحتاج البيشن اكثر من جلسه لعلاج مشاكل بشرتها او غيره؟ ولا يعرف ان تفرق البلازما من بلازما الى اخرى بسبب المواد اللي ممكن هم يخلطونها؟ ما ادري اذا هذه المعلومه صحيحه ولا لا، تصحح لي اياها دكتور. لا، هي البلازما هي حاجه مستخلصه من جوه الجسم. نعم. من الدم بتاعه بناخد الدم الصفائح الدمويه الغنيه بعوامل النمو. نعم. عشان بناخدها من جسمه هو اللي هي بتشتغل كويس قوي عليه هو، ونحطها له موضعيا بدون ما تنخلط معاها مواد ثانيه. المفروض ان هي بدون ما تنخلط، ولكن هي في حاجه، هو البلازما نتائجها مش سريعه. البلازما بتتعمل مره كل شهر اربع مرات يعني. نعم. والنتائج بتظهر في خلال الاربع شهور او بعد الاربع شهور. هو اصلا البلازما لما بداوا يشتغلوا بيها كانت علشان تعيد حيويه البشره تانية، يعني الواحد لا بعد ما بيعملها بيحس ان شكله صغر في السن. هي محتاجه وقت عشان تشتغل. صحيح. طب اللي جاي العياده دافع فلوس، هو هو احنا قلنا دايما متفقين ان عيان التجميل ما عندوش صبر حتى في التخسيس ونفس الكلام، هو عايز نتيجه، عايز يشوف نتيجه طبعا. بعض الناس بدات تخلط عليها بعض حقن الميزوسيرابي والمواد والفيتامينات والمعادن عشان يديله نتيجه سريعه لغايه لما نتيجه البلازما نفسها تشتغل. صحيح. ومن هنا جت فكره الخلط، ان احنا نخلطه بحاجه. صحيح. وفي ناس بتخلطه مع هيالورونيك اسيد علشان برضو تدي استابيليتي وتدي بعض الامتلاء البسيط للوجه بس. جميل. فممكن من خلال خلطهم للمواد اللي ممكن هي تسهل وتسرع النتائج، لكن في النهايه الدكتور او الشخص المختص هو اللي يحدد اذا كان يستخدم البلازما صافيه او ممكن هو أو يحتاج او حسب احتياج الوجه تختلف. وحسب هو عايز ايه من الجلسه. صحيح. دكتور خلينا نتكلم على جانب اخر، شو ممكن البيشن تفرق ما بين المواد المستخدمه اذا كانت مواد اصليه ام مواد ممكن تكون مقلده ممكن هي تضرها، في ظل وجود العديد من العيادات اللي عندهم كفاءه وجوده جدا عاليه، لكن ظل في هناك عيادات خاصه او ترى حتى الحين صار في بعض الصالونات ممكن تكون تهتم في موضوع العنايه في البشره والتنظيف البشره وغيرها، فبالتالي تطلع البنت هي اساسا مسوي تنظيف بشره عند شخص مو مختص نهائيا في الصالون وغيره، ممكن يسبب مشاكل بكثره عندها ونتائجها ممكن تكون سيئه اكثر مما كانت في السابق موجوده، فشو ممكن يتم التفريق ما بينهم؟ طيب احنا هي موضوع من الاول موضوع ثقه، هي برضو لازم تكون عارفه هي رايحه انه مكان سمعته عامله ازاي، راحه لانه طبيب وطبيب سمعته عامله ازاي، لازم تتاكد اللي بيشتغل لها طبيب وتعرف تتاكد هو طبيب ولا لا، مسمى الوظيفي، شوف ترخيصه حقها، ده كله ده حقها لو هي طلبت، مفيش اي مشكله خالص. احنا قلنا ان خلاص دلوقتي الانترنت موجود وكل حاجه على السوشيال ميديا او حتى. صحيح. على جوجل بقت متاحه، هي بتصور زي ما قلنا من حقها تشوف الماده اللي بتستعملها، حقها تصور العلبه، من حقها تخش على الانترنت وتشوفها. صحيح. ففي النهايه الموضوع راجع هو لحسن اختيار المكان اللي هيروح. مستحيل ان انا اخلي بني ادم يحط ابره في جسمي وهو مش مؤهل لكده، مستحيل، مهما كانت كفاءته مهما كان خبرته. صحيح. الصالون مش عياده، اذا مستحيل يعني استعمل ابره داخل صالون. صحيح. هو كل حاجه لها حدود. صحيح. بس فهي هي بترجع لقدرات المراجع الشخصي. هم دائما يلجؤون لهالموضوع لان يروحون للخدمات اللي تكون اسعارها اقل في الصالونات وغيرها، في البعض منهم تستسهل هذا الموضوع، تتوقع ان المواد كلها نفس الشيء ونفس الماده اللي ممكن تستخدمها في العياده نفسها قاعد تستخدمها في في الاماكن الغير مختصه في موضوع التجميل والفيلر وغيرها، لكن على المدى البعيد راح تلقى اكيد نتائج تضرها هي، فالمفترض ان هي تلجا الى اشخاص يكونون مختصين في هذا الجانب. طيب دكتور اذا بنتكلم على اختلاف البشرات وانواعها وطرق العنايه فيها. طيب احنا قلنا ان البشرات مختلفه من واحد للتاني، واشهر انواع البشرات يا اما بشره جافه يا اما بشره دهنيه يا اما بشره مختلطه، ودي اللي بيقدر يحددها الطبيب او في او حتى بعد المراجعين بعد ما تروح للطبيب مره واثنين ويحدد لها، هي بخبرتها بتقدر تعرف بعد كده. هي دايما البشره الدهنيه بيبقى فيها افراز دهني زياده وبنلاقي البشره بتلمع. صحيح. البشره الجافه بتبقى باينه جدا 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 ان هي حتى بساعات بتكون عليها قشور بسيطه. صحيح. البشره المختلطه اماكن واماكن،
اكيد وانا بوصف علاج او بعمل خدمه معينه اكيد لازم اختار الحاجه المناسبه. البشره الدهنيه ما تكونش الحاجه اللي انا بستعملها عليها تحتوي على نسبه معاليه من الدهون او الزيوت. صحيح. البشره الجافه بالعكس تبقى محتاجه الكلام دوت عشان يعوضها. البشره المختلطه ببقى عارف انا كل منطقه دي احقن فيها هي واحقن فيها ايه، وده زي ما قلت بيرجع لخبره الطبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي نشتغل زي ما اتفقنا مع ريما ان احنا هنعمل لها بوتوكس علشان في شويه تجاعيد بسيطه حوالين العين، وهنعمل خطين الابتسامه وهنزود حجم الودن شويه بحيث ان احنا نشد الوش ونرفعه لفوق. هنبدا اول حاجه بالبوتوكس. بعد اذنك دي لكم شويه ايس كريم، نحط التلج الاول قبل ما نشتغل علشان نخلي الاوعيه الدمويه تنقبض، ما يبقاش فيه نسبه احتمال نزول دم او حاجه. نعمل مشكة بسيطة ما تخفيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطة خالص. أيوة. خلاص خلاص. مع أم تاني بعد الأيس. حط الإبرة شكة بسيطة يا ريما. يلا. تمام. طبعا أنت عارفة إن البوتوكس مش هتبان نتيجته دلوقتي. البوتوكس. ربنا يخليك تسلم. البوتوكس بيبتدي يشتغل من اليوم الرابع. تبتدي يشتغل ويفضل شغال لمده 10 ايام بعد اليوم الرابع، يبقى النتيجه بتاعته مش هتبان دلوقتي. اللي بتبان نتيجته في الحال هو الفيلرز التعبئه، وهنبدا بخطوط التعبئه. اوكي. ايس يا بليز. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حاطين الابره بسيطه. طيب. انا هاخد بالراحه خالص. المنطقة دي منطقة غنية بالأعصاب، علشان كده بتحس بتنميل شوية وأنا بحكي. طبعا احنا بنقدر على طول نشوف الفرق اللي حصل بين الناحية دي والناحية دي اللي ما اتحلتش. دي النتائج الفورية. الفيلر أحلى حاجة فيه إن في على طول في التو وفي اللحظة بتبان النتيجة. الخط اترفع شوية والخط اختفى. تاني ايس. دي ماشي ماشي كده. خلاص خلصت. خلصت. ما شاء الله مفيش دم ولا حاجة. تمام؟ حققنا خطين الابتسامة. ودي أحد الطرق اللي إحنا بنحاول نرفع بيها الوش شوية من غير ما نكبره. هي مش عايزة تكبير في الخدود. إحنا عايزين نرفع بس. فمش هنحن هنحن فوق شوية. ايس بليز. بص على الوجنة دي كده والفرق بينها وبين الثانية. اترفعت وعرضت واتشدت. خلاص انا بفرد بس مساج خفيف. نشوف الشكل النهائي. احنا قلنا خلاص احنا حققنا هنا بوتوكس، مش هنستنى النتيجه بعد اسبوع. تمام. الخطين بقوا طبيعيين خالص، مفيش خطوط، مفيش الشق اللي كان موجود، والوجنه اترفعت من غير ما نكبر حجم الوش. الوش اتشد خالص. بص يا كمان. شفنا مع بعض الحالة اللي عالجها الدكتور أو عالج بعض المشاكل اللي موجودة عندها. طبعا هذه الأمور ممكن تأخذ جلسات أو تحتاج جلسة أو جلستين ثلاثة على حسب ما الدكتور يقيم الحالة ويشوف إيش كثر هي تحتاج منها عناية في البشرة. دكتور خلينا نتكلم على موضوع جدا مهم دائما قاعد نشوف البنات في الفترة الأخيرة يلجؤوا له، اللي هو الأمور الخاصة بعلاج تساقط الشعر. وشنو محتاجة هي بالضبط في العيادات ممكن هي تحفز بصيلات الشعر، وبالتالي ممكن تخفف عندها هذه المشكلة؟
طيب برضو موضوع تساقط الشعر من المواضيع الشائعة جدا، والعلاجها برضو ما بيكونش سهل. صحيح. لأن برضو لما بنيجي نعالج تساقط الشعر لازم نعرف إيه سببه، وأشهر سبب لتساقط الشعر هو برضو الخلل الهرموني. نعم. يعني اللي هو راجع برضو معظمه للتوتر والضغوط العصبية اللي بتغير التركيب الهرموني، وبالذات عند المرأة. نعم. وبالذات بعد الحمل والرضاعة. صحيح. إذا لما أول خطوة بناخدها لما بتيجي مراجعة علشان تساقط الشعر، أنها بتعمل لي تحاليل معينة أنا بطلبها منها. نعم. بطمن على الهرمون بتاعها، بالذات هرمون الذكورة الحر، لأن معروف أن الرجالة عندهم نسبة بسيطة من الهرمون الأنثوي، والستات عندها نسبة بسيطة من الهرمون الذكوري. صحيح. بس ربنا سبحانه الله خالق الهرمون الذكوري دوت ممسوك ببروتين معين. نعم. عشان ما يشتغلش فيها زي ما بيشتغل في الراجل. صحيح. مع الضغوط واختلاف الهرمون يبتدي البروتين ده يقل، اللي ماسك مع الضغوط والتوتر البروتين اللي ماسك الهرمون يقل، فيتحرر الهرمون فيشتغل كأنه شغال في الراجل، فممكن يصلع أو يؤدي لتساقط الشعر. صحيح. يبقى احنا مبدئيا بنشوف السبب ايه ونعالجه، وبنساعد نفسنا بالكلام دوت ان احنا بندي ابر لتحفيز بصيلات الشعر وتنميه الشعر في الراس، او نقدر في بعض الحالات نلجا لليزر تحفيزي عشان ينشط الدوره الدمويه، او بعض العلاجات. نعم. هل من خلال البلازما وغيرها ممكن هي تساهم في علاج هذه المشكله؟ برضو في ابحاث وبرضو من الخبره بتقول ان البلازما بتساعد بشكل رئيسي جدا في اعاده نمو الشعر، فممكن من ضمن ابر اعاده تقويه البصيلات اللي احنا بندي فيها الميزوثيرابي نحط معاها بلازما او بلازما لوحدها علشان نحفز البصيلات. يمكن في السنين الأخيرة الموضوع الليزر وإزالة الشعر باستخدام الليزر انتشر بشكل جدا كبير. في البداية كانت الأجهزة بعدها مو متطورة، الليزر يكون ممكن هو يكون حار شوي على البشرة، لكن الحين مع يعني التطور الطبي اللي قاعد يصير في الفترة الأخيرة قاعد نشوف الأجهزة بدأت تصير في ليزر بارد مثل ما هم يقولون، ليزر خاص بالبشرة اللي تكون شوي سمرة، ليزر خاص باللي يتعرضون للشمس من خلال التان وغيره. خلينا نتكلم عن هذا الجانب دكتور. طيب موضوع برضو موضوع إزالة الشعر بالليزر بقى موضوع مهم جدا جدا، وظهرت فيه مشاكل الفترة الأخيرة بسبب الأسعار. ولازم كل واحد يعرف ان حتى بالبلدي الغالي ثمنه فيه. صحيح. يعني انا ممكن اجيب جهاز ثمنه 2000 دينار من اي صناعه واعمل جلسه، وممكن جهاز ثاني ب 50000 دينار. مستحيل الجهاز اللي انا جايبه ب 50000 دينار هيديك نفس النتيجه اللي بيديها الجهاز قبل 2000 دينار. يا اما ابقى انا مش طبيعي لو اروح اجيب جهاز ب 50000 دينار هيدي نفس النتيجه بتاعه الجهاز دوت. صحيح. اذا موضوع على فكره موضوع الليزر برده مرتبط بعدد جلسات، هي مش قصه جلسه وسعرها. صحيح. وخلاص. هي طبعا معروف في ان احسن انواع واشهر انواع اجهزه الليزر هي اجهزه امريكيه زي الساينوشور والكانديلا، والحمد لله موفق في العاده هنا ساينوشور جهازين وكانديلا جنتل برو ماكس احدث حاجه نازله. لا. حديث. لا. جهاز كل جهاز من دول 58000 دينار. كويس. انا مستحيل لو انا نزلت بالسعر لمستوى معين انا مش هقدر ادي لك خدمه مظبوطه. معنى كده ان في مشكله. الحاجه الثانيه هو معروف ان عدد جلسات الليزر متوسط عدد جلسات 6 جلسات كل تقريبا شهر جلسه. نعم. وده مرتبط بحالات النمو بتاعه الشعر نفسها. صحيح. طب انا ممكن اروح اعمل جلسه رخيصه جدا بس ابقى محتاج 20 او 30 جلسه وده اللي بيحصل. صحيح. لكن انا لما بتيجي عندي بدي لك برنامج على ازاله الشعر في متوسط عدد جلسات 6، طبعا ممكن يزيدوا شويه ممكن يقلوا شويه، المتوسط 6 جلسات. يبقى ان انت برده حتى لو دفعت 8 جلسه معقول في جهاز محترم في اداء راقي انت كده كسبت فلوسك ما خسرتهاش، لانك في النهايه هتعمل عدد جلسات اقل. صحيح. طيب دكتور خلينا نتكلم على موضوع البشرات اللي تناسبها الليزر، البشرات السمراء هل يناسبها نوع معين من الليزر ولا لا؟ والحين مع التطور الطبي هل في ليزر خاص باللي يتعرضون للشمس وغيره عشان ما تسبب عندهم الحروق اللي ممكن تصير في البشره؟ طبعا هو دلوقتي بعد الشغل وابحاث على اجهزه الليزر بدات تبقى في انواع معينه زي الالكسندرايت وانواع معينه من الليزر بتستخدم او الديود ليزر بنستخدمها للبشرات الخمريه او السمراء. نعم. ما فيش اي مشكله بمنتهى الامان. نعم. نفس الكلام الناس اللي تبقى عامله تانينج وبرونزاج، هو طبعا يفضل والاحسن طبيا انها ما تعملش جلسات طالما عامله برونزاج او بتاخد بعض العقاقير او الادويه المعينه. نعم. ولكن الحامل دكتور، طيب الحامل ما فيش اي دراسه في الدنيا ظهرت لغايه دلوقتي بتقول ان الليزر ليه اي مشاكل او خطوره على المراه الحامل، ولكن انا ما زلت مصر ان احنا في الثلاث شهور الاولانيه انا ما بعملش.
لكن لا يوجد ما يمنع خالص من احنا نعمل ليزر ازاله شعر على المراه الحامل، مفيش اي مشكله ومفيش اي مانع. بس انا برضو عشان في بعض المضاعفات بتظهر بعد 10 او 20 سنه يقول لك كان فيه، فانا المراه الحامل في اول 3 شهور ما بنجيش ناحيتها خالص. صحيح. هل في اضرار معينه خاصه باشعه الليزر على جسم الانسان نفسه ولا ابدا؟ اشعه الليزر هي امن الاشعات الموجوده لانها اشعه غير متأينه، بل انها امن من الاشعه الاكس اللي بتعمل على الصدر لمريض الصدر. نعم، لان هي ما تدخل في الداخل، هي بس تستهدف بصيلات الشعر. صحيح، هي بالضبط، هي بالضبط الليزر او الاشعه غير متأينه هي بتستهدف تارجت معين، ما بتروحش لاي مكان فيه خالص، هي بتشتغل على صبغه الميلانين اللي موجوده في بصيله الشعر او موجوده في الشعر عشان توصل للبصيله. صحيح. دكتور، خلينا نتكلم الحين على النصايح اللي تقدمها لكل من يتابعنا في هذه الحلقه، خاصه في العنايه في البشره، شلون كنهم يحافظون على بشرتهم بطريقه صحيه وامنه. طيب، هو بس مطلوب اول حاجه ان الواحد يكون عارف زي ما قلنا قبل كده نوع بشرته ايه، هل هي بشره دهنيه ولا بشره جافه ولا بشره مختلطه، عشان كل نوع من البشره دي محتاجه عنايه خاصه. وطبعا ترطيب، مش عايزين نقول ان عشان نعيش في دول الخليج لازما نستعمل حمايه من الشمس، مستحيل نعيش، عشان اولا نحافظ على بشرتنا وما تعجزش بدري، الحاجه الثانيه عشان ما تجيلناش بعد كده ولا العياذ بالله اورام او حاجات سرطانيه بتيجي من اشعه الشمس الضاره. نعم دكتور، واللي يقول لك انه والله الحمايه من الشمس ممكن تسوي بلوك على البشره، بالتالي تظل يعني ممكن البشره ما تتنفس، كلام غير سليم. هو غالبا اللي وصف له حمايه من الشمس غير مختص، لكن لو وصف له حمايه من الشمس مختص ما هو عارف نوع بشرته وعارف ايه اللي يناسبها. ما انا ما اجيش لواحد بشرته دهنيه وادي له حمايه من الشمس البيز بتاعتها دهنيه وتقفل له المسام. نعم. لكن اذا غيرت حاجه مناسبه بالعكس هي بتشيل له كل الاشعه الضاره من الشمس. نعم. فنمره واحد لازم ما فيش نقدر يعني الحمايه من الشمس بعتبرها زي الكريم اليومي بتاعي اللي بستعمله. صحيح. وطبعا كريمات الترطيب الليل والنهار دي برده مهمه جدا، غسول مناسب كويس، اقلل من المساحيق. يا جماعه المساحيق ليها لغرض، يعني اللي رايح مناسبه بيحط مسحوق او مستحضرات تجميل للمناسبه، مش بيحطها ويسيبها على وشه على طول. نعم. فاذا هي ليها وقت معين، عشان دي اللي بتسد المسام وبتعمل لي مشاكل بعد كده وبتعمل لي تفاعلات كيميائيه على البشره. صحيح. الميك اب، ما ميك اب وغيره، ما هو انا مقصود. صحيح. انا اقصد الميك اب. صحيح. ان الميك اب لغرض معين، انا بتجمل لحاجه معينه لفتره معينه، مش بتجمل ليل ونهار بنقعد بالميك اب. احنا ليل ونهار، احنا ليل ونهار. طب ما هو ده بيؤدي لتفاعلات كيميائيه على البشره ويسد لي المسام، بيخلي المسام مسدوده. صحيح. احنا ترى كبنات دائما في الغالب تلقى عندنا هذا الاهتمام في الميك اب وغيره، لكن فعليا صح ممكن هي تسبب عندنا مشاكل كبيره لو مهما حاولت ان هي تعالج هذه المشاكل. اذا هي للحين مستمره في الميك اب كل يوم، واحنا يعني اذا احنا قاعد نتكلم مثلا انا واحده من الناس احتاج ميك اب يوميا، ومع الاضاءات ممكن تسبب عندي مشاكل كبيره في البشره، حتى وان كنت قاعد احرص ان انا كل بين فتره وفتره تنظيف البشره بلازما درمابين وغيره، لكن تظل عندي هذه المشاكل. هل في كلمه اخيره حاب تختم فيها دكتور؟ لا، انا بس باكد تاني على الحاجات المهمه اللي قلناها النهارده، ان انا دايما ابقى متاكد انا رايح انه مكان ومراجع انه طبيب، واتاكد ان شغال معايا طبيب عنده ترخيص من وزاره الصحه. باكد تاني على النصايح اللي قلتها فيما يخص تغيير ستايل الحياه بالنسبه للي عايز يخسس، باكد تاني على الاكل الغذائي والصحه الغذائيه، باكد تاني على الاهتمام بالبشره وعدم ترك المسحيق لفتره طويله. شكرا. يعني شكرا لك دكتور محمد. عفو. سلامه، اختصاصي التجميل والليزر في مركز الجار الله الالماني التخصصي. شكرا لك ويعطيك العافيه. الله. اتمنى استفدتوا من خلال هذه النصايح الطبيه اللي قدمها دكتور محمد. نشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج كلينك. مع السلامه.